التوجيه المهني للفتيات من دعائم التنمية المستدامة الذي يجعلهن يعتمدن على أنفسهن في مسيرتهن التعليمية والمهنية. وموضوع هذا المعرض الذي افتتحت أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة لصالح الفتيات الأمهات اللاتي يرغبن في مواصلة تعليمهن وأعمالهن المنزلية في نسخته الأولى، جاء ذلك بتمويل من السفارة الفرنسية بالبلاد عبر صندوق الدعم لمشاريع المبتكرة. صاحب الفكرة لتنظيم هذا المعرض هولوم جيرينغاي تطرق في كلمته حول أهمية تنظيم مثل هكذا معرض لصالح التلاميذ في المدارس ليتيح لهم الفرص في كسب الخبرات والمعلومات المهنية التي يقدمها لهم أصحاب الاختصاص، وشكر السفارة الفرنسية بالبلاد على الدعم المستمر للمشاريع المبتكرة، وطلب من الحكومة عبر الوزارة المعنية على تطبيق الفكرة على جميع الثانويات بالعاصمة وفي الولايات لكي تعم الفائدة ليكتسبن الفتيات مهارات تساعدهن في حياتهن المهنية. أما أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة جلداجي ليليان فقد حثت الفتيات على اغتنام هذه الفرصة لكسب المهارات المهنية التي يتلقينها من الخبراء من خلال هذا المعرض حتى يتخصصن في المهن التي تفيدهن في حياتهن العلمية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المعرض يستمر لمدة يومين داخل ثانوية فليكس إيبوي. أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة أعلنت عن افتتاح أعمال المعرض رسمياً.